أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. الجيش السوري الحر يرد على مجزرة حلب ويقصف قرى في الساحل السوري. الائتلاف السوري يتهم داعش بالارتباط مع نظام الأسد ويتعهد بملاحقة قادته. الجربة سنبلغ الروس أن النظام انتهى ولا يمكن الاعتماد عليه. أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات المعارضة قصفت بالصواريخ 18 قرية في محافظة اللاذقية الساحلية ردا على قصف مدينة حلب شمال سوريا. وفي درعا جنوب سوريا تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام حول المستشفى الوطني في مدينة جاسم، فيما تقوم القوات الحكومية بقصف المدينة بالصواريخ. وفي دمشق تعرض مخيم اليرموك إلى قصف براجمات الصواريخ. معنويات عناصر الجيش السوري الحر مرتفعة جدا مع حلول العام الجديد. الثوار قصفوا بصواريخ محلية الصنع عددا كبيرا من المدن والقرى والبلدات في محافظة اللاذقية، لا سيما القرداحة، ردا على قصف مدينة حلب. حلب التي تعرض أمس إلى أعنف هجوم وحشي سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى استمر اليوم على أحياء الإذاعة وسيف الدولة ومساكن هنانو. وعلى وقع القصف العشوائي على أحياء الرقة سجلت معارك بين الجيش الحر وقوات الأسد في محيط الفرقة 17. وفي دير الزور تعرضت أحياء عدة لقصف عنيف، وتزامن ذلك مع استمرار المواجهات بين الجيش الحر وكتائب الأسد على أسوار المطار العسكري للمدينة. الله أكبر. الوسط السوري المحاصر تعرض بدوره إلى استهداف عشوائي طاول قرى الرستن والقصور والخالدية والحولة، وسجلت معارك على جبهات بلدة الدار الكبيرة. وفي دمشق تعرض مخيم اليرموك إلى القصف براجمات الصواريخ، ودك الثوار مقرات الشبيحة في المتحلق الجنوبي. أما في ريف العاصمة فقالت المعارضة إنها اقتحمت حاجز خان الشيخ وتمكنت من قتل عدد من عناصره وسيطرت على عربات عسكرية بالتزامن مع قصف استهدف الزبداني وداري والغوطة. الوضع على جبهة الجنوب على حاله، اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام حول المستشفى الوطني في مدينة جاسم في درعا وسط قصف بالقنابل والصواريخ. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في حلب وريفها ماجد عبد النور. سيد عبد النور مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. يعني هلأ تخبرنا ماذا يجري في حلب وكيف يتم الرد على القصف الذي وصف بالوحشي على أحياء المدينة؟ نعم صحيح، يعني قوات النظام مارست على مدينة حلب عنف شديد جدا في 20 يوم الماضيين. كانت أعنف الهجمات راح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد، أكثر من 3000 جريح، إضافة إلى مئات البيوت المدمرة بالكامل. أكثر من 500 برميل يحوي مواد متفجرة ألقيت على مدينة حلب في 20 يوم الماضيات. طبعا بالنسبة لرد الثوار في كل سوريا، ردوا على قصف قوات النظام لمدينة حلب، يعني وكان آخرها يوم أمس عندما استهدف الثوار الأبطال في الساحل السوري، استهدفوا المناطق التي يسيطر عليها النظام أو المناطق التي تعتبر الحاضنة الشعبية لقوات النظام في ريف اللاذقية بعشرات من صواريخ جراد، كانت هدية لمؤيدي النظام السوري ردا على قصف هذا النظام المجرم لمدينة حلب. أيضا بعض الكتائب في مدينة حلب قامت بقصف بلدتين نبل والزهراء اللتين أيضا تواليان النظام المجرم في مدينة حلب، طبعا هما من الطائفة الشيعية هاتين البلدتين موالتين للنظام بامتياز، تم قصفهم أيضا ردا على قصف قوات النظام لمدينة حلب. المجازر ما تزال مستمرة. اليوم شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على أحياء مدينة حلب، ولكن ولله الحمد كانت أغلب هذه الغارات ألقت براميلها على مناطق خالية من السكان، نزح سكانها نتيجة الهجمة الشرسة في الأيام الأخيرة. ماجد عبد النور مراسل شبكة شام في حلب وريفها، شكرا جزيلا لك. دعا الائتلاف الوطني السوري جميع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش إلى الانشقاق عنه فورا، وذلك ردا على قتل التنظيم الطبيب حسين السليمان مدير معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا والقيادي في الجبهة الإسلامية، وإذ دان الائتلاف ما وصفه بالعمل الإجرامي الجبان الذي قام به تنظيم داعش بقتل سليمان، دعا جميع المقاتلين السوريين الذين انضموا للتنظيم إلى الانسحاب منه فورا وإعلان البراءة من تصرفاته وأفعاله المخالفة لطبائع السوريين
واتهم الائتلاف داعش بارتباطه بنظام الأسد بعلاقة عضوية يحقق فيها التنظيم مآرب عصابة الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر، متعهدا بملاحقة ومحاسبة قادة هذا التنظيم الإرهابي كما قال البيان. الآن سلسلة مواقف من التطورات السورية في التقرير الآتي. قبيل جنيف 2 المنتظر، من المقرر أن يزور رئيس الائتلاف الوطني السوري للمعارضة أحمد الجربة موسكو في 13 و14 من الشهر الجاري، وفي جعبته عددا من الملفات التي ستكون مدار بحث مع المسؤولين الروس. أهم ما سيذهب لأجله الجربة هو إقناع موسكو بأن نظام بشار الأسد انتهى ولا يمكنها بعد الآن الاعتماد عليه. وأضاف في تصريح للحياة أن التفاهم مع الروس سيكون حول رحيل النظام وأبقاء الدولة وأسسها والتوصل إلى حل حقيقي، قائلا إن مصالح روسيا ليست مع عائلة الأسد ولن يتعرض لها أحد. وعن شروط حضور إيران مؤتمر التسوية، دعا الجربة إلى سحب حراثها الثوري كما ميليشيات حزب الله والعراق، متسائلا إن لم تفعل ذلك على ماذا نجتمع مع الإيرانيين؟ كما طالب رئيس الائتلاف أن تتضمن الدعوة إلى جنيف 2 على أساس جنيف الأول الذي ينص على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بما فيها الأمن والجيش والاستخبارات. وفي الوقت الذي ناهز عدد القتلى جراء البراميل المتفجرة على حلب ما يقارب 1000، عبرت المنسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة التي يتعرض أهاليها لهجمات عشوائية كما حال باقي المناطق والمدن، مؤكدة أن القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة من جانب قوات النظام والجماعات المسلحة يهدد حياة الناس العاديين ومعظمهم من الناس والأطفال. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعض الفاصل. تقرير للائتلاف السوري يعدد خسائر قوات النظام خلال العام 2013. نشر الائتلاف الوطني السوري المعارض لنظام بشار الأسد بيانا عدد فيه الخسائر التي تكبدها النظام السوري خلال العام المنصرم. البيان أشار إلى أن خسائر نظام الأسد بلغت أكثر من 155 طائرة عسكرية و11 ألف قتيل من قواته والميليشيات التابعة لها. التقرير الإحصائي الذي أصدره الائتلاف السوري تحدث عن أن نظام بشار الأسد خسر نحو 155 طائرة عسكرية بين حربية ومروحية، إضافة إلى أن نحو 11 ألف قتيل من قواته والميليشيات التابعة لها قتلوا خلال العام نفسه. وسرد التقرير أرقاما قال إنها لخسائر قوات النظام في العتاد والعربات العسكرية، حيث خسر النظام نحو 1000 دبابة ومدرعة مدمرة ومعطوبة من طرازات مختلفة، ونحو 500 من المدافع وبطاريات راجمات الصواريخ، وأكثر من 380 عربة وسيارة عسكرية. وذكر التقرير أن قوات المعارضة سيطرت على 5 مطارات لم يسمها وأربعة معابر حدودية لم يسمها أيضا. وكذلك الأمر بالنسبة ل21 حقلا وبئرا نفطيا وقرابة 90 موقعا عسكريا رئيسيا إلى مئات الحواجز العسكرية والمرافق الأخرى من دون أن يسمي أي منها. وحول نسب سيطرة قوات المعارضة على بعض مناطق البلاد مع نهاية العام 2013، بيّن الائتلاف أن قوات المعارضة تسيطر حاليا على كامل مساحة الرقة شمال شرق، ونحو 84% من مساحة إدلب، و78% من حلب، و82% من دير الزور، و80% من ريف دمشق. ولم يلفت الائتلاف في تقريره إلى وضع باقي المحافظات السورية، خاصة أنه يوجد بعض المحافظات التي تسيطر عليها قوات النظام بنسبة 100%، مثل طرطوس واللاذقية غرب البلاد، أو باقي المحافظات التي تتقاسم فيها السيطرة مع قوات المعارضة مثل حما وحمص. شيع حزب الله في بلدة طارية في البقاع أحد عناصره الشاب علي سليمان شتات والبالغ من العمر 18 عاما، والقتيل هو من بين المجموعة التي احتجزت مؤخرا في الغوطة الشرقية في دمشق أثناء المعارك إلى جانب كتائب الأسد. وعند الحدود الشرقية نفذ الطيران السوري غارة على جرود عرسال، وتحدث شهود عن سقوط 10 جرحى سوريين نقلوا إلى البلدة
لتلقي العلاج وإصابة أحدهم خطيرة. في حديث مع صحيفة الوطن، كشف سفير الائتلاف الوطني السوري المعارض في العاصمة الفرنسية منذر ماخوس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يكن يفكر إطلاقا بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد في أعقاب استخدام الأخير السلاح الكيميائي، وذلك بناء على المعلومات التي استقاها من السناتور الأمريكي جون ماكين. وأشار إلى أن واشنطن سعت للخروج من ورطة تصريح رئيسها أوباما عن الخطوط الحمراء، رغم أن القناعة كانت تصب لصالح تدمير الكيميائي فقط، ضمن صفقة يقابلها غض نظر المجتمع الدولي عن نظام الأسد ورفع الضغط عنه. ووصف ماخوس مؤتمر جنيف 2 بأنه في حال موت سريري. أما عن الموقف السعودي من الأزمة السورية، فأكد ماخوس بأنه أخوي بكل المقاييس. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. شتاء دافئ، حملة لدعم اللاجئين السوريين في الزعتر. مع بداية العام الجديد، تواصل الجمعيات الخيرية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الشمال استكمالا لمسيرة الخير والعطاء. فيما يتسلم أطفال العالم الهدايا لمناسبة الأعياد، يتسلم الأطفال السوريون النازحون في لبنان الحليب والأغطية والمدافئ لتقيهم برد الشتاء، لا سيما في منطقة جبل أكروم، حيث قامت جمعية التنمية والبر الخيرية في عكار بتوزيع المساعدات على عشرات النازحين استكمالا لمسيرة الخير والدعم التي تقوم بها الجمعية منذ بدء الأزمة السورية. حملة الرحمة الثالثة بتوجيه من المملكة العربية السعودية عموما والشيخ سليمان بن عبد الله المهوس خصوصا، جئنا ننبه هذا النداء الإنساني في منطقة جبال أكروم والذي تضم 7 ضياع، وخاصة بعد أن وردنا وفاة بعض الأطفال من جراء الصقيع والبرد القارس. ونحيطكم علما أن هذه المنطقة، منطقة جبل أكروم، لا تبعد سوى أمتار عن نظام الوحشي في سوريا. وفي نفس الإطار، قام بيت الزكاة والخيرات في طرابلس بدعم من جمعية قطر الخيرية بتوزيع حصص غذائية ومدافئ كهربائية وألبسة وأحذية على النازحين الجدد من سوريا جراء الأحداث الأخيرة. وناشد صندوق الزكاة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على المثابرة في تأمين مسكن لائق بهم، كما شدد على ضرورة إقامة مخيمات تحتضن كافة النازحين كي تخفف عنهم بدل الإيجارات. شتاء دافئ، حملة أطلقها متطوعون فلسطينيون دعما للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. أمام مركز بلدنا في مدينة البيري قرب رام الله، تستقبلك هذه اللافتة التي رفعها شبان فلسطينيون متطوعون في حملة تحت اسم الشتاء الدافئ لجمع مساعدات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. خلية العمل تتفاعل هنا، حيث يستقبل هؤلاء المتطوعون الملابس والأحذية والأغطية الشتوية في مبادرة تعكس التعاطف والأخوة بين الشعبين السوري والفلسطيني. احنا عندنا جروب على الفيسبوك عمره تقريبا 2 سنين اسمه متطوعون لاجئين إنسانية. احنا كلنا مستقلين، يعني شباب بس عندهم رغبة في العمل الإنساني التطوعي بعيدا عن أي مؤسسة أو أي توجه سياسي. طلعت عدة مناطق وشفت انه هان حتى الناس اللي ساكنين في بيوت قديش تأثروا من المنخفض. فبالتعاون مع زملائي وحكينا انه يعني كيف الشخص اللي بيكون عايش بخيمة بده يكون وضعه. بالنسبة لإرسال المساعدات عنين من نسق مع وكالة الغوث ومع جهات في الصليب الأحمر يعني. وإحنا طبعا بلشنا في الجمع وفي عملية التنسيق مع بعض. إنه إحنا حسينا نعرف إنه معاناة الشعب الفلسطيني قبلا، فمنحبش إنه ناس غيرنا يعيشوا هالوضع. طبعا في إلنا إخوة سوريين فلسطينيين بالخارج وحبينا نقدم لهم هاي المساعدة، إنه مساعدة نقدرش نحكي مساعدة كبيرة بس مساعدة بسيطة، وإن شاء الله يكون فيها فائدة. لن تنحصر المبادرات الشبابية في مدينة البيري فقط، فمجموعات شبابية أخرى في محافظات الضفة الغربية بدأت العمل على تجميع أكبر كم من المساعدات الإنسانية علها تعيد بعضا من الدفء إلى قلوب إخوتهم السوريين. رغم القصف الهمجي، انطلق في ريف إدلب موسم البذار استعدادا للزراعة الشتوية. إنه موسم البذار في ريف إدلب، واحد من الأشهر الاستثنائية بالنسبة للسكان هنا، فالآلاف من الهكتارات تنتظر أن تزرع في محافظة باتت الزراعة تشكل أكثر من 70% من مواردها.
يشرف أبو أنس باهتمام على كل مرحلة من العمل، فهو الذي ينتظر هذه الفرصة منذ 3 أعوام. الأعمال اللي كنا نقوم فيها سابقاً كلياتها ما كنا عايزين نشتغل فيها بسبب الأوضاع اللي عايشتها البلد هاي، وما بنحسين بنروح لا على حلب ولا على عدي باعتبار مسيطر عليا من قبل النظام. حتى هاي الأرض اللي عم بزرعها حالياً من سنتين كنا ما نحسين ندوسها نهائياً. هاي أول سنة بنجي بنزرعها باعتبار المطار كوا جنب اللي من يشوفه مطار ضبط الناس كان مسيطر عليه من قبل النظام، ما كنا على مسافة 2 كيلومتر ما نحسين نقرب نهائياً عليها. لا يخلو موسم البيضار هذا العام من بعض الصعوبات، صعوبات لا يملك أبو أنس وأقرانه إلا خيار الخوض فيها. مشكلات عديدة بالنسبة للزراعة، من ناحية مثلا الأجور، أجور الجرارات زادت بمقدار 10 أضعاف، يعني كنا نفلح لهم مثلا ب40، حاليا أجرت لهم 400 ليرة سوري. بالنسبة للمواد الزراعية كان من بذور وكان من أسمدي وكان من كل أنواع الاحتياجات الزراعية كمان زادت بمقدار 10 أضعاف. حتى الآن يبدو أن الأمر يسير على ما يرام، لكن هذا الحقل لا زال يحتفظ بذاكرة عن محاصيل سابقة ابتلعتها نيران البراميل. من الأرض ما يضرب على ما يضرب على شيء نهائيا، لا على قطع عسكري ولا على منازل ولا على مقرات للسوار، ما يضرب إلا على المحاصيل الزراعية. هاي نوع من الحرب الثاني اللي بيكون فيها النظام بيشن على قوت المواطنين. قد لا تتاح الفرصة لأبو أنس أن يجني محصوله لهذا الموسم، فالأمر أشبه بمقامرة لا تضمن نتائجها، لكنها إرادة الحياة هي ما يجعل من هذه المحاولة ثورة. في آخر خبر ورد قبل قليل، أعلن مستشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد سرميني أن وزارات الحكومة بدأت بتجهيز طواقمها وعينت موظفين لها داخل سوريا من أجل تنسيق العمل بين الداخل السوري وخارجه. وأكد سرميني أن وزارة الدفاع تتواصل مع كافة الكتائب المقاتلة على الأرض وعلى رأسها الجبهة الإسلامية، لافتا إلى أن الوزارة ترى في الجبهة أنها قوة حقيقية، وأنه ينبغي أن تكون النواة الأساسية لعمل الوزارة ضمن هيكلية ومؤسسة عسكرية واحدة. الآن تذكير بعناوين النشر. الجيش الحر يرد على مجزرة حلب ويقصف قرى في الساحل السوري. الائتلاف السوري يتهم داعش بالارتباط مع نظام الأسد ويتعهد بملاحقة قادته. الجربة سنبلغ الروس أن النظام انتهى ولا يمكن الاعتماد عليه. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله.